هاي، عدد من العادات يلي تعودنا نعملها ممكن يكون له أثر على صحتنا وممكن يكون السبب بتدمير خلايا الدماغ. امتناع عن تناول الفطور مثلاً بخفض مستوى السكر بالدم، لهيك بيأثر على الدماغ يلي بيستهلك حوالي 20% من السكر بالجسم. حرمان الجسم من النوم هو أكبر خطر على كتلة الدماغ، لأنه بيمنع الخلايا العصبية من أنها تشتغل بشكل طبيعي وبيأثر بالتالي على ردود الفعل. تناول كمية كتير من الطعام عنده كمان تأثير سلبي على صحة الدماغ، خاصة لما يكون الأكل غير صحي وبيفتقد للمغذيات مثل الفيتامينز والمعادن. التدخين بيدمر نسيج الخلايا الدماغية والعصبية المسؤولة عن التنسيق والميزانية والقدرات الحركية. مين قال إنه التقليل من شرب المي بيأثر على التنسيق، الانتباه والمعرفة؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.